ولا يصلى على قبر. ولا يصلى على قبر. القبر إذا دفن الميت بعد أن صلي عليه في القبر فلا يصلى عليه في القبر مرة ثانية عند الإمام مالك وعند الإمام أبي حنيفة، واستثنى أبو حنيفة من ذلك صلاة الولي على ميته إذا كان غائبا وجاء قبل 3 ليال، وأما عند الإمام الشافعي والإمام أحمد فتجوز إعادة الصلاة على القبر، احتجا بحديث أبي هريرة الصحيح عند الشيخين في قصة المرأة التي المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، توفيت بليل ولم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال دلوني على قبرها، فدلوه عليه وصلى عليه بعد أن صلي عليه. ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها. إلا أن يدفن بغيرها، أما إذا دفن بغير الصلاة فمتفق على الصلاة عليه. أدفن الميت بغير الصلاة وخشي بإخراجه للصلاة من التغير فإنه يصلى على القبر بالاتفاق. ولا غائب. ولا غائب، وكذلك لا يصلى على الغائب عند الإمام مالك وأبي حنيفة، وعند الإمام الشافعي وأحمد صلى على الغائب، احتجا بحديث أبي هريرة عند الشيخين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. شيخ هذا الغائب يعني يشترط أن يكون في أرض غير مسلمة ولا كيف؟ لا يشترطان ذلك، أحمد والشافعي لا يشترطان ذلك، وإنما الغائب يصلى بالنية عليه عندهما، وأما مالك وأبو حنيفة فالصلاة اشترطوا فيها وجود الجنازة، ولذلك عند الإمام مالك أنه حتى إذا وجد الأقل مثلا وجد أقل من الثلث فلا يصلى عليه أصلا ولو كان موجودا. نعم، يعني الغائب هو الذي مات بغير أرضه. الغائب هو الغائب الذي مات بأرض ليس بها المصلي، ليس بها المصلي، ميت مات في أرض نعم وصلى عليه شخص آخر في أرض أخرى، هذا غائب بالنسبة له. هذا صلي عليه شيخ، إذا صلي عليه ولم يصلي عليه، إذا صلي عليه تجوز الصلاة عليه باعتبار أن الصلاة تجوز مرة ثانية، باعتبار أن تكرار الصلاة يجوز على القول بذلك، وإذا كان لم يصلي عليه أيضا تجوز الصلاة عليه. شيخنا هذا الاستدلال بحديثة النجاشي، هو النجاشي كان قومه مسلمين؟ لا، النجاشي قومه كانوا نصارى في الأصل، لكن أسلم بعض الحبشتي، أسلم بعض الحبشتي وكان معهم بعض المهاجرين. يعني صلوا عليه هناك؟ الله تعالى أعلم، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نعيله قطعاً صلى عليه صف الصحابة وكبر عليه 4. ولا غائب ولا تكرر. ولا تكرر، يعني لا تكرر الصلاة، إذا صلي على شخص لا يصلى عليه مرة أخرى، وهذا قلنا إنه نفس المذهب تقريبا، لأن تكريرها يجوز، لكن الذين قالوا بجواز تكريرها قالوا تكرر بعد الدفن، يعني إذا كان صلي عليه قبل الدفن فيجوز أن تكرر بعد الدفن. لا تكرر. والأولى بالصلاة وصي خروجي خيره. والأولى بالصلاة معناها الأحق بالصلاة الوصي عند مالك وأحمد، الوصي الذي يرجى خيره عند مالك وأحمد، الذي وصى الميت بأن يصلي عليه راجيا خيره، وعند
الإمام الشافعي في رواية أن الأحق بالصلاة هو الولي، وعند أهل الرأي أن الأحق بالصلاة هو إمام الحي، وعند جماعة من العلماء أن الأحق بالصلاة هو خليفة المسلمين، وأرجح المذاهب مذهب أحمد ومالك، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه عمر فصلى عليه، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب الرومي فصلى عليه، وأم سلمة رضي الله عنها أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد فصلى عليها، يونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه أنس فصلى عليه، وأنس أوصى أن يصلي عليه ابن السيرين فصلى عليه، وحذيفة بن أسيد الغفاري أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، وحضر الصلاة عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة فأراد أن يتقدم، فقال له ابن حذيفة أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فتأخر عمرو بن حريث وتقدم زيد بن أرقم. والأولى بالصلاة وصي ورجي خيره ثم الخليفة، ثم الخليفة، ثم بعد ذلك بعد الوصية الخليفة، وهذا يتفق مع الإمام أحمد فيه كذلك، أن الخليفة يأتي في الدرجة الثانية بعد الوصي، يقدم على الولي. لا فرعه، لا فرعه معناها لا قاضيه أو واليه، لكنه قيده بشيء. لا فرعه إلا مع الخطبة، إلا مع الخطبة، معناها لا فرعه كإمام مثلا المسجد إلا مع الخطبة، إلا إذا كان يخطب، إلا إذا كان إمام الصلاة مع ذلك. يعني لا فرعه إلا مع الخطبة، معناها إلا إذا كان إمام الصلاة، مثلا قاضي معين ولا هو خليفة لا ينوب عنه في هذا، لا يقدم مثلا نعم. كالخليفة إلا إذا كان يؤم في الصلاة. نعم. ثم أقرب العصبة، ثم أقرب العصبة بعد ذلك، مثلا الابن فالأب فالأخ الشقيق فالذي لابن فالذي لأمه فالذي لابن ما عندي فالعم فابن العم إلى آخره. نعم. وأفضل ولي، وأفضل ولي كذلك إذا تفاضلوا وتساووا فإنه يقدم أفضل ولي، أفضل ولي من حيث العلم والورع والخلق. يعني كأبنائه مثلا. كأبنائه. نعم. وأفضل ولي ولو ولي امرأة، ولو كان ولي امرأة، أنها إذا تزاحمت الأموات، وأيضا مثلا وجد أموات عدة وكان الناس سيصلون عليهم دفعة واحدة لهم أولياء متعددون، يقدم أفضل ولي هو الذي يصلي عليه. ولو كان ولي امرأة، ولو كان ولي امرأة، ولو كانت فيهم امرأة مثلا وكان هو ولي، كان هو الأفضل، وكان هو الأفضل، فإنه يقدم. أفضل ولي ولو ولي امرأة، أفضل ولي ولو كان ولي امرأة. إذا تعددت الأموات، تعددت الأموات، نعم، وكانت في الأموات امرأة وكان وليها أفضل الأولياء، فإنه يقدم. ولو ولي امرأة وصلى النساء دفعة، والنساء إذا صلوا على إذا صلينا على الجنازة يصلين دفعة،
ويجوز أيضا ترتبهن، تصلي واحدة واحدة. كيف دفعه يا شيخ؟ دفعه يكبر نفيان واحد ويصلي نفيان واحد، لا تأمهن واحد، لا تأمهن واحد. الإمام مالك لا تجوز عنده إمامة المرأة للمرأة. إمامة المرأة فيها مذاهب، فعند الشافعي أنها تجوز في النفل، وعند الإمام أحمد أنها تجوز في عند الشافعي أنها تجوز في النفل وفي الفرض، وهي رواية عن أحمد. وعند أحمد في عشر من الروايات عنه أنها تؤم مثيلاتها في الفرض كذلك، هذا كله في مثيلاتها. عند الشافعي أنها تؤم مثيلاتها في الفرض والنفل، وكذلك عند أحمد. وعند أحمد رواية أنها تؤم الرجال والنساء في التراويح. وعند الطبري، وهو قول شاذ، أنها تؤم مطلقا. وعند مالك أنها لا تؤم مطلقا. إلا هذا ابن شعبان أو واحد. ابن شعبان أو هذا لي عند مالك. عند مالك. مالك، هناك المالكيون وهناك مالك. عند مالك أنها لا تؤم مطلقا. وصلى النساء دفعة وصحح ترتبهن. وصحح ترتبهن. يجوز أيضا ترتبهن، يصلين مترتبات. ما لم مترتب معناها تصلي واحدة، كما فعل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل واحد ويصلي ثم يخرج ويأتي واحد ويصلي، تدخل واحدة وتصلي وتخرج وتأتي واحدة أخرى وتصلي. والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به. والقبر حبس، قبر حبس، تالي خاص بالدفن، لا ينبش ولا يمشى عليه ما دام فيه الميت، فهو حبس على الدفن. معناها إذا فنيت عظام الميت يمكن أن يدفن فيه آخر، أن يدفن فيه ميت آخر، لكنه حبس على الميت، على الأموات. معناها حبس معناها لا يتصرف فيه، لا يباع ولا يوهب. يعني مقصور على معناها لا يستطيع الإنسان أن يتصرف فيه. مثلا لو دفن في مكان معين ميت، أنت دفنته مثلا في أرضك، لا تستطيع بعد ذلك، هذه الأرض اللي دفن فيها الميت لا تستطيع أن تتصرف فيها، هي حبس، أصبحت أرضا لله، وبالتالي لا يمكنك أن تهبها ولا أن تبيعها. والقبر حبس لا يمشى عليه. لا يمشى عليه لأن المشي عليه فيه اتهان له. لا يمشي عليه، نعم. ولا ينبش ما دام به. ولا ينبش أيضا القبر ما دام به الميت إلا لغرض لا بد منه. والجلوس هنا، الجلوس عليه، نعم. لا يجلس على القبر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على المقابر أو يجلس عليها. لا يجلس عليه، لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به. يعني ما دام به ميت، ميت، نعم. إلا أن يشح رب كفن غصبه. إلا أن يشح رب كفن غصبه. فإذا غصب كفن من إنسان معين وبعد الدفن شح به، معناها بخيل، وقال لا بد له من كفنه، فإنه ينبش لكي يعطى كفنه ويكفن الميت في ثوب آخر.
نعم. ولماذا يعطونه القيمة شيخ؟ يعطينهم القيمة. إذا لم يرضى بالقيمة، إذا لم يرضى بالقيمة، إذا لم يرضى بالقيمة. يعني لازم إذا شح يعني ويريد ذلك الكفن. نعم. إلا أن يشح ربك فانين غصبه. يعني هذا رب يعني صاحب. رب صاحب. أو قبر بملكه أو نسي معه مال. أو قبر بملكه. أو شح صاحب قبر بملكه، من دفن هذا الميت في أرض لفلان من الناس، فلان هذا بخيل بأرضها، قال لا بد أن تخرجوا عني هذا الميت، من أرضي هذه لا أعطيها لده، فينبش ينبش في هذه الحالة. أو قبر بملكه. أو شح صاحب قبر بملكه بما يملكه من الأرض. أو نسي معه مال. أو نسي معه مال معتبر. والله نسي مع الميت عند الدفن مال معتبر. فإنه ينبش كذلك. وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمة. إن كان بما يملك فيه الدفن. وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي. وإن كان دفن بمكان يملك فيه الدفن بالشراء مثلا بقي، معناها يبقى الميت ويدفعون قيمة الأرض لصاحب الأرض. يعني كالمقابر التي يعني تباع. نعم. ودفن بأرض، وهذه الأرض صاحبها قبل قيمتها، قبل أنها أن يبيعها فيعطى أعطى القيمة. وإن كان بما يملك فيه الدفن. الدفن الدفن بما يملك فيه الدفن بالضم. الدفن بالضم. وإن كان بما يملك فيه الدفن. إن كان بأرض يمكن أن يملك فيها الدفن بأن تشترى. نعم. وإن كان بما يملك فيه الدفن بقية. يعني بقية الميت أي لم ينبش. بقية الميت فلا ينبش. نعم. وعليهم قيمته. وعليهم قيمته أي قيمة القبر. عليهم علي على على البائي أو على المسلمين. على ماله. فإذا لم يجد له مال فعلى أوليائه، ثم على المسلم عامة المسلمين، على بيت المال، ثم على عامة المسلمين. نعم. وأقله ما منع رائحته وحرسه. وأقله أقل القبر ما منع رائحته، ما كان يمنع رائحته إذا تغير، وحرسه عن السباع و خاصة عند السباع والطيور. نعم. والكلاب وغيرها. وبقر عن مال كثرة. وبقر الميت عن مال كثرة. إذا كان قد ابتلع مالا وكان مالا كثيرا فإنه يبقر عنه ويؤخذ من معدته. وقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين. ولو كان الذي شهد عليه شاهد واحد، لكن بالإضافة إلى يمين، بالإضافة إلى يمين صاحب المال. صاحب المال شهد له شاهد فإن هذا ابتلع ماله و أقسمه، فإنه يبقر له الميت ويعطى ماله. وبقر عن مال كثرة. هنا سواء كان المال مال الميت ولا مال غيره. سواء كان مال الميت أو مال غيره، لكن لا بد من
تأكد من أنه فعلا يوجد في جوفه مال، وذلك لا يمكن أن يكون إلا بشاهدين أو شاهد اليمين. واحد يقول لهم إني رأيته ابتلع مالا كثيرا. لا بد من 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 التحقق من أنه ابتلع مالا، إما عن طريق الأشعة. الحين أصبح الأمر يعني. نعم، إما عن طريق الأشعة إذا كان في مكان فيه أشعة، وإما عن طريق الشاهد شهود. ولو بشاهد ويمين، يعني هل الشاهد يكفي أم أنه لابد من اليمين؟ لا بد من اليمين مع الشاهد، لكن ولو معناها ولو بغير شاهدين بل بشاهد ويمين فقط، لأن الأصل في الشهادة أنه لا بد من شاهدين. لا عن جنين، ولا يبقر عن جنين، معناها المرأة إذا ماتت وفي بطنها جنين لا تبقر عنه على هذا القول، والأمر فيه خلاف، بعضهم قال يمنع ذلك، بعضهم قال يكره، بعضهم قال يجوز، وهي رواية عن مالك كذلك. يعني إذا تحققوا من حياته يجوز له أن وتؤولت أيضا على البقري ولا البقري؟ على البقري. فتح قاف. على البقري. وتؤولت على البقري الروجية. وتؤولت أيضا له المدونة على جواز البقري إن رجيت حياته، إن رجيت حياة الجنين، إن رجي حيا، إن رجي وجوده حيا. نعم، هذا قول ثاني. أقل. نعم. وتؤولت أيضا على البقري إن رجي وإن قدر على إخراجه من محله فعل. إذا قدر النساء على إخراجه من محله كما كنا يفعلن في حياة الميتة فذلك أولى، لا شك في ذلك. نعم. والنص عدم جواز أكله لمضطر. النص عن مالك عدم جواز أكل الميت للمضطر. المضطر يجوز له أكل الميتة، لقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتعدية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق يوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والآية الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا في سورة الأنعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق وإلا لغير الله به فمن اضطر على باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فإن ربك غفور رحيم. فإن ربك غفور رحيم. نعم صحيح. قال فاصطلح لكم ما حرم عليكم أيضا في نفس السورة. قال فاصطلح لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن الأصل أن الميتة يجوز أكلها، ولكن هذا بالنسبة لميتة غير الآدمي، وأما ميتة الآدمي ففيها خلاف. والنص ماذا يقصد بالنص هنا؟ يعني النص عن مالك منصوصا. منصوصا. والنص عدم جواز أكله لمضطر. والنص عدم جواز أكله لمضطر.
وصحح أكله أيضا. النص عدم جواز أكله لمضطر، معناها عدم جواز أكل الميت لمن اضطر خاف على نفسه من الهلاك بسبب الجوع، وصحح أكله أيضا. وصحح أيضا أنه يجوز أكله للمضطر. شيخنا، هو العلة من منع أكله يعني، هل هي شرفه أم أنه حرام؟ الحرمة ليست هي العلة، لأن الميت حرام، وإنما العلة حرمة الآدم، إلا حرمة الآدم فقط، يعني شرفه، يعني لأن أكله فيه انتهاك لحرمته. وإلا لا نقول هو مثل الأشياء المحرمة، لا هو الخنزير مثلا، لا الأدمي، هو هي الميتة محرمة، سواء الميتة على كل حال محرمة، نعم، لكنها في حالة الاضطرار تجوز، لكن هو يزيد على الميتة لأنه آدمي له حرمة، له حرمة، فانتهاك حرمته عظيم. نعم، وهذا وصحح أكله يعني للمضطر. طبعا للمضطر، طبعا للمضطر، المضطر الذي في أشد درجات الاضطرار، هو لا يقدر أن يأكل إلا إذا هو صورة بشعة. لكن بعض الناس تنحرف فطرهم، من الناس من يأكل الناس، يذبحهم ويأكلهم، هذا نادر. وصحح أكله أيضا. ودفنت مشركة حملت من مسلمين بمقبرتهم. ودفنت مشركة حملت من مسلمين، مشركة حملت من مسلم. نعم، ودفنت مشركة حملت من مسلمين بمقبرتهم. المشركة الكتابية مثلا التي حملت من مسلم كان زوجا لها، هاي تدفن عند الإمام مالك بمقبرة الكفار، لكنها لا توجه إلى قبلة المسلمين ولا إلى قبلة الكفار. وعند الإمام أبي حنيفة توجه إلى عكس قبلة المسلمين، لأن الجنين يكون في البطن ناظرا إلى عكس جهة نظر أمه، فيوجه الجنين إلى القبلة لأنه من أبي مسلم. وعند الإمام أحمد بن حنبل أنها لا تدفن في مقابر الكفار ولا في مقابر المشركين، وإنما تدفن بينهما. لكن كيف ودفنت مشركة حملت من مسلم، هل يجوز للمسلم أن يتزوج المشركة؟ مشركة المقصود بها الكتابية. والمقصود بها الكتابية. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما من إله إلا إله واحد. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم، المقصود بها أهل الكتاب. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا عجبة. صحيح. ودفنت مشركة حملت من مسلمين بمقبرتهم، يعني بمقبرة الكفار. نعم. ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم. نعم، ولا تستقبل بها، ولا يستقبل بها، والله ولا تستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم. نعم، نبني المعلوم المجهول، ولا تستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم. نعم، ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم. ولا تستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم. والله ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم، هناك أيضا يصح، ولا يستقبل بها. نعم،
ولا تستقبل بها قبلتنا. ولا قبلته. نعم، ولا تستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم. ورمي ميت البحر به مكفنا إن لم يرسى البر قبل تغيره. ورمي ميت البحر به مكفنا. إذا مات شخص والناس على متر البحر في باخرة معينة ولم يرجى البر، معناها كان البر بعيدا بحيث لا يرجونه قبل تغيره، فإنهم في هذه الحالة خوفا من أن يتغير قبل الدفن يكفن ويرمى في البحر. ورمي ميت البحر به، به أي بالبحر، يرمى بالبحر. الذي مات والناس في البحر ولم يرجى البر، لم يرجى البر. ورمي ميت البحر به، ممكن يقولوا أن الباب ما فيه. نعم، به هنا الباب لا ما فيه. نعم، مكفنا. مكفنا، حال كونه مكفنا. أنا يكفنه الناس يرمونه ويرمونه بالبحر. إن لم يرجى البر قبل تغيره. إن لم يرجى البر قبل تغيره، أما إذا رجي البر قبل تغيره فلا يرمى في البحر وإنما ينتظر به البر حتى يدفن فيه. ولا يعذب ببكاء لم يوصي به. ولا يعذب ببكاء الميت، ولا يعذب الميت ببكاء لم يوصي به. الميت إذا مات ولم يوصي بالبكاء وبكى عليه أقاربه لا يعذب بذلك عند الإمام مالك وعند الإمام أحمد أيضا، أنه إذا لم تكن هناك نياحة ولا ندب ولم يكن هو ممن يأمر بذلك أو يرضاه. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، الإنسان إذا ما سعى أنه سوف يرى أن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء. إذن الأصل أن كل نفس بما كسبت رهين، كل نفس بما كسبت رهين. إذن هذا هو الأصل، وبالتالي لا يعذب ميت ببكاء أهله عليه سواء أوصى أو لم يوصي. سواء أو إذا لم يوصي، لا، أما إذا أوصى فيعذب بذلك، لأنه أوصى بمخالفة السنة بالمعصية، أوصى بالمعصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ورأينا مذاهب العلماء في قضية البكاء. ولا يعذب ببكاء لم يوصي به، ولا يترك مسلم لوليه الكافر. ولا يترك مسلم لوليه الكافر. المسلم إذا أسلم مثلا شخص من الكفار فإن المسلمين يجب عليهم أخذه ولا يتركونه لوليه الكافر، بل يأخذونه ويغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويفعلون به كما يفعلون بأمواتهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه صحيح عندما وقف على رجل من اليهود وهو في النزع دعاه إلى الإسلام فاستجاب، عندما استجاب قال صلى الله عليه وسلم: خذوا صاحبكم. قال للصحابة: خذوا صاحبكم. لما استجاب قبل وفاته بقليل. ولا يترك مسلم لوليه الكافر، ولا يغسل مسلم أبا كافرا، ولا يدخله قبره
إلا أن يضيع فليواري. نعم. ولا يغسل مسلم أبا كافرا. ولا يغسل مسلم أبا كافرا. أنا المسلم إذا كان أبوه كافرا فإنه عند الإمام مالك لا يغسله ولا يدفنه إلا إذا خشي عليه الضياع فإنه يواريه. وهذا هو مذهب مالك. وأما مذهب أحمد والشافعي أنه يغسله ويدفنه. والحجة للمذهب الأخير في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب بتقصير عمه أبا طالب. لكن هذه ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره. ولا يدخله قبره. ولا يتركه يضيع. لا، إذا خاف عليه، إذا مثلا لم يوجد كفار وأصلا لا ينبغي أن يتولى أمره، فإذا تولاه الكفار ودفنوه فعلوا به ما يفعلون بأمواتهم لا إشكال. وإذا لم يتولوا الكفار بأن بقي مرميا فإنه يواري. ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره. ولا يدخله قبره، معناها كذلك لا يدفنه، بل يترك ذلك كله، يترك ذلك كله إلى الكفار. الكفار هم الذين يقومون بشؤون الكفار. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والكافرون كذلك. إلا أن يضيع فليواره. إلا أن يضيع فليواره. إذا كان إلا أن يضيع مثلا، إذا خاف عليه الضياع بأن لم يجد من يعتني بشأنه فإنه يواريه، يحفر له حفرة وواريه فيها، لكن لا يغسله لا يهتم به. الصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صحيحا. والصلاة أحب أفضل من النفل كان قال. نعم، والصلاة أحب من النفل. والصلاة أحب إلى الله من النفل. الصلاة على الميت أحب إلى الله من النفل. الصلاة على الجنازة أحب إلى الله من النفل، من مطلق النفل. نعم. معنى هذا أنه إذا صلي الفرض مثلا وكانت الجنازة تقدم الصلاة على الجنازة، أو أنه لا. والصلاة أحب من النفل. أنا إذا كانت إذا حضرت الجنازة وأنت تريد أن تتنفل. هذا النفل المطلق ولا النفل المطلق؟ النفل 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 عموما، سواء كان نفلا مطلقا أو مقيدا. إذا حضرت الجنازة وعندما حضرت بدأ الناس يصلون عليها وأنت كنت تحب أن تتنفل، أيهما أفضل لك؟ أن تلتحق بالناس في الصلاة على الجنازة أم تتنفل؟ أفضل لك أن تلتحق بالناس. إنها والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير. إذا قام بها الغير. إذا قام بها الغير. نعم، معناها إذا قام بها الغير تكون أفضل أحب من النفل. أما إذا لم يقم بها الغير بأن كنت أنت مشاركا فقط، هي قام بها الغير، الناس موجودون ليصلوا على هذا الميت ولا يعوزه المصلون، وفي هذه الحالة على كل مشاركتهم في الصلاة عليه أفضل أحب من النفل، أحب إلى الله من النفل. أما إذا لم يوجد الغير فتجب الصلاة على الميت. نعم، هذا واجب عيني يصبح. الصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالحا. أيوة، إن كان الميت
كجار إن كان المصلي كجار أو رجل صالح أو كان رجلا صالحا إن كان المصلي كجار كجار الميت يعني. كجار الميت نعم نعم معناها الجار الميت صلاته على الميت المجاور أفضل من التنفل أو صالحا أو كان رجلا صالحا صلاة الرجل الصالح على الميت أفضل من تنفله لأن الصلاة على الميت شفاعة له شفاعة له والشفاعة طاعة متعدية والطاعة المتعدية أفضل من الطاعة القاصرة في الغالب باب تجب زكاة نصاب النعم بملكين وحولين كملا في هذا الباب سيتكلم عن الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة الركن الأول وهو الشهادة الركن الثاني وهو الصلاة تكلم عن الصلاة وعن شروطها عن الطهارة وهي من شروطها ثم سيتكلم الآن عن الزكاة والزكاة في اللغة النماء الزكاة في اللغة النماء وأما في اصطلاح فهي مال مخصوص يخرجه الغني إذا ملك النصاب ودار عليه الحول إذا ملك النصاب ودار عليه الحول والأصل في وجوبها قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ذهب الطائفة من العلماء إلى أن الإنفاق هنا معناه الزكاة و قول الله تبارك وتعالى أيضا في نفس السورة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقول الله تبارك وتعالى أيضا في نفس السورة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وكذلك قول الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم آياته وكذلك قول الله تبارك وتعالى في نفس السورة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون كذلك قول الله تبارك وتعالى في نفس السورة
قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده والله يوم حصاده يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في السورة خذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في نفس السورة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. كذلك قال الله تبارك وتعالى في نفس السورة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم تكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كذلك قول الله تبارك وتعالى في نفس السورة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. وقوله تعالى في السورة والمؤمنون والمؤمنات
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نعم في سورة إبراهيم قال الله تبارك وتعالى قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخ وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. تخيل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات سنة خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها السلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كسرا طيبة أصلها ثابت من الله في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه يضرب الله المثال للناس لعلهم يتفكرون مثل كلمة خبيثة شرطة خبيثة اشتثت من موقع عظيم على قرأ يثبت الله الذين آمنوا والقوي الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين الله ما شاء ترى إليه بدل نعمة الله يكون وحل وقوم من دعوة بوعد لأن مصرنا بس القرار اشعروا لله إمداد لله عن سبيل قل تمتعوا فإن مصيركم للنار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتيهم لا بأس به ولا خلال. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء سورة الأنبياء في قول الله تبارك وتعالى لا نركوني بعدهم والسلام على إبراهيم وأرادوا به كما جعلناه مخفرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها عالمين وأهمنا بإسحاق يعقوب وجعلناه في ذريته النبوة والكتاب وأتنا أجرى ودنا أنه يختم الصالحين ولوطا قال لقومه أتنا وأهمنا بإسحاق يعقوب وكل جعلناه نبيا وأهمنا له رحمة وجعلناه أهمنا بإسحاق يعقوب وجعلناه في ذريته النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير من قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا نجعلناهم الخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلنا جعلناه صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتبيكم ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو موليكم. كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على دعوهم يرضون والذين هم بالزكاة فاعلون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النور وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفن في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم ليرتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
عبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة قول الله تبارك وتعالى في سورة سورة الليل في سورة الليل قال الله تبارك وتعالى سيجنبها الأشقى الذي سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه العلى. وفي سورة نون قال الله تبارك وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصومنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. انطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا غالبين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ذلك قول الله تبارك وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. سورة فصلت. وكذلك قول الله تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الماعون قال بعض العلماء هو الزكاة. قيل فيه أقوال. قيل إنه وهي الأقوال الشهيرة أنه الآلات التي يكثر تداولها بين الناس وإعارة بعض الناس من بعض لها. وقيل المراد الزكاة وغير هذا من الآيات. قد أفلح من تزكى. إلا أن هذا على الأرجح أنه في زكاة الفطر أو في تزكية النفس. نعم الآية في الزكاة كثيرة جدا. صحيح الآية في الزكاة كثيرة. نعم صحيح كثيرة جدا كثيرة جدا. هذه الصريحة كذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تهموا الخبيثة مما تنفقون. هذه في الزكاة أيضا ولا تهموا الخبيثة مما تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغضوا فيه اعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الله واسع عليم. آيات كثيرة. نعم هذه في سورة البقرة. نعم هذه الآيات. ثم ما من السنة فهناك أحاديث كثيرة كذلك تدل على وجوب الزكاة. منها
حديث ابن عباس عند الشيخين في قصة بعث معاذ بن جبل معاذ بن جبل إلى اليمن. قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة في قد فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أجابوك إلى ذلك تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإياك يمجعوك ذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن هذه الأحاديث حديث معاذ بن جبل عند الخمسة، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل 30 بقرة خذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حارم دينارا. والحارم معناها البال، أو عدله معافرية. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات الناس على مياههم، وخلوا صدقات الناس على مياههم. وفي رواية أبي داود: لا تؤخذ صدقات الناس إلا في دورهم.